في حينا زارنا جيش خطير بالعنف قال لنا أن مصيركم التهجير نحن الحق بصفنا لا نحتاج للتبرير لن نخرج من دارنا إلا فرحا بالتحرير هنا الشيخ جراح وهنا سلوان هنا الشيخ جراح وهنا سلوان موعد نصركم يبدو أنه حان موعد نصركم يبدو أنه حان قصة حي الشيخ جراح سنسردها للأجيال مهما زادت الجراح لن ننسى هذا محال بالهاشتاج وبالتصوير نحارب الاحتلال لا لن نقبل بالتزوير والقضية لن تغتال لا لن نقبل بالتزوير والقضية لن تغتال.